الدرس السابع أركان الصلاة، وهي 14 ركنا، وهي عند الصلاة 14 ركن، 14 ركن. طيب، قال القيام مع القدرة، دار تصلي تقيف إذا قمتم إلى الصلاة، وفي حديث عمران صل قائما تبدأ واقف، بعد ذاك إذا ما بتستطيع، لأنه قال مع القدرة، إذا ما بتستطيع لحديث عمران فجالسا، ما بتستطيع طوالي صلي شنو؟ جالس، وجالس على الأرض إذا ما في مشكلة، لأنه بتحتاج للسجود، زول تلقاه مشكلته في حاجة معينة في جسمه بيقدر يسجد، يقوم يصلي في الكرسي، هو قادر يصلي في الأرض، يعني لما نجي السجود يسجد على الأرض، يقوم يصليها كلها فوق، هو قادر يسجد في الأرض، دي مشكلة ذاتها، تصلي على الأرض جالسا، أما إن لم تستطع الصلاة على الأرض فهذا أمر آخر، تصلي فوق كرسي، لأنه في ناس عنده مشكلة شنو؟ في رجليه، فتصلي في كرسي. طيب، وتكبير الإحرام، تكبيرة الإحرام التي إذا كبرها العبد حرم عليه ما أحله الله له خارج الصلاة، ده مش حلال تأكل، حلال تأكل، لكن من مجرد ما تكبر بعد ده حرام شنو تأكل، تكبيرة الإحرام. وجاء في الحديث تكبيرها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه الخمسة إلا النسائي، الخمسة إلا النسائي، المصطلحات دي الخمسة والسبعة ومتفق عليه، تلقاه في مقدمة بلوغ المرام، متفق عليه عن البخاري ومسلم، والخمسة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أو الترمذي، والسبعة هؤلاء الستة ومعهم الإمام أحمد اللي هو مسند الإمام أحمد. طيب، قال وقراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه السبعة كله رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. شكاية العلماء اختلفوا في الزول اللي بيصلي مأموم، هل واجب عليه يقرأ الفاتحة وراء الإمام ولا ما واجب؟ والصحيح انه يقرأ سواء يعني وقف على وجوبها او على استحبابها، يعني ذهب الى وجوبها او استحبابها، فانت تقرأها خلف الإمام. ان كان بعض العلماء فصل في انه اذا سمع قراءة الإمام فانها تجزئ عنه، واذا لم يسمع فانه يقرأها الى اخره، لكن الاحوط أن يقرأها في كل أحواله. قال ابن عثيمين ويقرأها في سكتات الإمام، يعني الإمام ده لو بيقرأ بالراحة أو شيء البسملة تقولها، لأن الشافعي يرى إن آية من الفاتحة، بعد ذاك تقولها سرا، بعد ذاك الحمد لله رب العالمين، الإمام قال الحمد لله رب العالمين، تقول الحمد لله رب العالمين في السكتة بتاعته، قال الرحمن الرحيم تقول الرحمن الرحيم إلى آخره. وإن كانت قراءته سريعة قال ابن عثيمين يقرأها بعد قراءة الإمام، يعني تم الفاتحة وبدأ في السورة الثانية، أنت طوالي شنو تقرأ الفاتحة، وفي السورة الثانية أنت تكون بتقرأ في الفاتحة، ما واجب عليك تسمع، بعد تتم الفاتحة بعد ذاك اسمع.
باقي راجع. أما الزول الجاهل بالحكم ما كان عارف الحكم ما بنقول صلاة الفاتت باطل حتى وإنما شنو من الآن يحاول يقرأ يجتهد إنه يقرأ. طيب والركوع ده ركن من أركان الصلاة، والاعتدال بعد الركوع يعني الوقوف بعد الركوع، وفي خلاف بين العلماء بين أنه بعد الركوع هل يقبض أو يسدي اليدين، والراجح والله أعلم أنه بعد الركوع يسدي اليدين للحديث حتى يعود كل مفصل إلى فقاره أو إلى مكانه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني أنت قبل الركوع تقبض، بعد الركوع شنو تسدي، وهذا قول الألباني من المعاصرين يعني، ومن المعاصرين من خالفه ومنهم مصنف هذا الكتاب وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ذهب إلى أنه شنو يقبض بعد الركوع. المسألة وازعة لكن الراجح والله أعلم السدل، يسدل بعد الركوع بعد القيام من الركوع، أما قبل الركوع فإنه يقبض كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. طيب والاعتدال بعد الركوع والسجود على الأعضاء السبعة، تسجد على سبعة أعضاء كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ولما الرسول يقول أمرت الآمر الله تعالى، وإذا قال الصحابي أمرنا فالآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يعلمه جبريل وجبريل يعلمه رب العزة والجلال، فالأمر كله من الله سبحانه وتعالى. لكن في نهاية المطاف قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، حديث في البخاري ومسلم. الجبهة، وأشار على أنفي أو إلى أنفي، يعني دي واحدة. واليدين، والمقصود باليدين الأكف، والركبتين، وأطراف القدمين. وفي كثير من الناس بيسجد تلقى ورا زي السقالة بتاعت البنطور رافع كرعيه فوق كتار، أنا بتلاحظ لهم تلقى ولا رافع واحد وخالي واحد ما عارف الحاصل على شو. يا خدتين تحت يا سبعين خدتين تحت، الله يدينه ويديك حاجة ما بتغلبك. في ناس في السجود تلقاه رافع يده مرات يحك في راسه ساجد، ده بقاين ستة وكرعي رفعين ورا بقاين كم أربعة، فزادوا سجد بك انت أسجد بالسبعة أظن. طيب قال والرفع منه، الرفع من السجود، والجلسة أو الجلسة، لكن الجلسة بين السجدتين. الكلام ذا يا جماعة أغلبته في الحديث الذي في البخاري ومسلم، وهو حديث الرجل الذي يسمى بالمسيء صلاته. طيب قال والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال، تطمئن. الطمأنينة دي لو دار تعرفها، مثلا انت ركعت دار تعرف نفسك مطمئن، في الركوع بتقول سبحان ربي العظيم، لو قلتها واحدي خلاص ما أجزت، هي ثلاثة مستحبة. واحدي موضع خلاف بين علماء، في علماء بيروها سنة وعلماء بيروها إنها واجبة، من الذين يرون الوجوب الحنابلة، ومن الذين يرون أنها سنة المالكية. المهم أنت لما تركع تقول سبحان ربي العظيم وتقوم أنت اطمأنيت، لكن لو ركعت وقمت من غير ما في وقت حتى تقول سبحان ربي العظيم انت ما اطمأنيت، حتى لو انت ما خايف من شي حولك انت كذي ما اطمأنيت. الطمأنينة المقصودة شنو في الصلاة، هذا كمقياس يعني تقيس به.
طيب قال والطمأنينة، وبعضهم ينطقها بالفتحة الطمأنينة، والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والترتيب بين الأركان. يعني ما ممكن يركع ده ركن ويقوم يقرأ الفاتحة ده ركن، لكن لخبط شنو بيناتهم؟ مفروض الفاتحة قبل شنو؟ قبل الركوع. والتشهد الأخير، لأنه الأول ما ركن واجب. سيأتي بيان لماذا فرقوا بين الأركان والواجبات. الأركان طبعا أمرها أعظم، أمرها أعظم، سيأتي البيان إن شاء الله تعالى. قال والتشهد الأخير والجلوس له. التشهد الأخير أنت ما تقول واقف، لازم شنو؟ تجلس له. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. الصلاة عندها صيغ، من ضمن هذه الصيغ أحاديث منها ما رواه، قال هنا في الشرح، ما رواه السبعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهنا جايبه قال لحديث كعب ابن عجرة، ده الشارح وليس المصنف. طيب لكن الرواية التي في البخاري وهي رواية كعب ابن عجرة رضي الله عنه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة والسلام عليك وعرفنا كيف نسلم عليه فكيف عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد، دي رواية كعب ابن عجرة في البخاري، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي الرواية في البخاري. في غير البخاري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. انت المسألة ذيك محذوف فيها إبراهيم هاي. في رواية في عمدة الأحكام ذكرها، وإن كان هو ذكر الحديث لا يتطرق إلى الروايات وإلى ونقل الأسانيد، لكن ذكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. المهم الأمر فيها واسع، فيها 13 صيغة الصلاة الإبراهيمية، لكن أنت ما تمرق من الصيغ الجات شنو في السنة، ما تجيب لك واحد براك، ما تقول اللهم صل على سيدنا محمد، هو سيدنا ولا فيها شك دي، وثابت بالأحاديث إنه سيدنا، قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وذكر حديث الشفاعة، بيمشوا لآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام جميعا، فهو سيدنا. أزيت ممكن تقول قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في حرج، سيدنا. ويسألوك سيد الناس، هاي سيد الناس بالمعنى ده يعني. لكن في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة جوا دي بعد ده مسألة توقيفية، صلوا كما رأيتموني شنو صلي، ما تقولها لأنه ما كان بيقولها. طيب زي الله قال في القرآن وطوالي بنضرب المثل، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. انت ما بجوز لك تقول محمد النبي الله والذين معه، بجوز تغير الآية، ما بجوز مع انه نبي، لكن ما بجوز، فانت النصوص تجيبها زي ما هي. وحتى في الصلاة برا الصلاة، انت لو دار الشيء النجيض المضمون
أول شيء نجيب طبق السنة في الصلاة ذات على الرسول عليه الصلاة والسلام، واللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم كما في رواية البخاري، أو الرواية التي تحفظها وهي ثابتة في السنة. التشهد في روايات، من أصح الروايات رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، في روايات تانية ثابتة عن عمر بن الخطاب وعن غيره، وهي التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله أو عبده ورسوله، في البخاري ومسلم. في روايات تانية ثابتة، التحيات لله والصلوات لله والطيبات لله والزاكيات إلى آخره، لكن الرواية دي من أصح الروايات وهي رواية عبد الله بن مسعود، وسهلة جدا، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخره، رواية سهلة جدا. طيب، قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان، دي برضو من الأركان، يعني التسليم من الأركان كما سبق الحديث، تحريمها التكبير وتحليلها شنو؟ تسليم انت مما تسلم، بعد ده بقى شنو؟ حلال عليك الشيء اللي كان زمان حلال فتسلم. إذا سلم واحدة الصلاة صحيحة ما باطلة، لكن عليه بالسنة، والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وشماله. في علماء قالوا التسليم ما ركن، يعني أنت تميت التشهد ممكن تقوم تمشي طوالي، ومنهم الأحناف أبو حنيفة، لكن هذا القول مرجوح كما هو معلوم، وإنما الصحيح أن التسليم من الأركان، وأن الذي لا يسلم صلاته شنو؟ باطلة باطلة. ويعذر أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأن الآراء كانت كثيرة في الكوفة وفي غيرها من البلاد، وأن بعض الأحاديث لم تصل إليه، وإلا فهؤلاء الأئمة كان الواحد منهم إذا بلغه الحديث وقف عنده، كالإمام مالك لما قال صيام ستة من شوال بدعة، الحديث ما وصله، العلماء عذروه، ما قالوا شنو، ما قالوا الزول ده بدع ساج، عذروه. والواجب عليك تعمل بالأحاديث أنت، والحديث من باب الاستحباب تعمل يعني ما يأمر به من باب الاستحباب، لكن في النهاية أنت تتبع السنة. شكي بن عثيمين في شرحه لرياض الصالحين قال قد تجد للإمام أحمد في المسألة ستة أقوال، قال فيقول القول ويرجع منه، وقد لا يصرح بالرجوع، والسبب أن الرجل كان يتتبع الآثار والأحاديث، فإذا وجد نصاً رجع إليه. عشان كذي شنو؟ علماء ذلك كانوا بيتبعوا، عشان كذي حتى تلقى يقول لك الشافعي في القديم، في القديم يعني قول القديم قبل ما يرجع منه، فكان وده الزول العالم وده الزول المتعلم بيرجع للنصوص، ما بيركب راسه زاي لك، والله نحن قمنا كذي 40 سنة، معقولة شغلة دي تجد غلطنا فيها؟ لو 80 سنة، انت أعلم من الشافعي ومن أحمد ومن الأئمة، بذكر لهم الحديث طوالي بيرجعوا للحق، بيرجع. بل غيرهم، كان عمر بن الخطاب يقول أصاب أخطأ عمر وأصابت شنو؟ امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودل الله رفعهم به من الأسباب أنهم يتواضعون وينكسرون لله سبحانه وتعالى، تواضعون للخلق وينكسرون للخالق سبحانه وتعالى، عشان كده يزول فيه كبر ده ما بيمشي لقدام. ولاحظ في الآيات
لاحظ في القرآن ده الانكسار معاه الربع والترفع معاه شنو؟ انكسار. أقرأ القرآن ده كله. إن فرعون علا في الأرض وتمشي تمشي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وتلقى في القرآن إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم شنو؟ داخرين ذليلين صاغرين حقيرين. وتلقى في القرآن لقد نصركم الله ببدر وأنتم شنو؟ أذلة. نصركم وأنتم أذلة. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وتلقى فاسجد واقترب. قال ابن تيمية لأن الساجد يضع أشرف شيء عنده وهو وجهه في أحقر شيء في الأرض، فإذا انكسر لله رفعه الله تعالى. لكذلك في ناس قالين الرفعة دي إلا يكورك بس، نهر الناس وارفع القزاز ومظلته مظلله وبعدين اللي بيسأله يزله وهو إلى آخره. لا لا، تواضع على الله بيرفعك، رفع بيد الله سبحانه وتعالى. فهذه هي أركان الصلاة.